يعني بعد ما جابوا له سبيكر وشال السماعه لانه اتعب الفريق اتعب الفريق ما عليه شكوى لله. نايف هلا مرحبا. يا هلا وسهلا صبحك الله بالخير بالنور والسرور. او نايف جنبك عامر يعني. نايف وش الحدث اللي صار اليوم؟ يا ليت تفسر لنا. اول شيء انا ظهوري الان امامك احترام وتقدير للطلبات اللي جاتني ممن وللجاه اللي يرمى من شبان الرجال ذا من عيال عمه ونعم وتقدير لهم. الشيء الثاني الموقف اللي حصل انا قفلت الباب عشان ما يطلعون وقلت بما اني الامبراطور انا اللي بتحمل المسؤوليه الكامله. قلت الكلام هذا لشايب الرجال ولما واجههم فجاه بدون سابق انذار انا مكلم الاعداد وقايل لهم يا الربع لا يلحق عامر اي شيء انا الامبراطور ومن على حقي أي أساس؟ على اي اساس يا نايف؟ على اساس ممكن اكمل الامبراطور. دقيقه انت قلت إذا انت الامبراطور نايف نايف دقيقه أسمع. نايف نايف لا تقول لي اسمع لا, لا 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 انت قلت شيء ارد بعدين تكمل لا تقول لي اسمع كلامي وترفع صوتك انا جاي اكلمك بكل ادب. طيب انا لا 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 انا جاي اكمل نقطتي. لا 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 اكمل نقطتي. لا ما تدب على الاعداد ما تدب على الاعداد. اكمل نقطتي. لا لا خلني اتكلم. لا 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 ما تقول اسمع ما تقول اسمع. طيب جايبين كاميرات عند الاداره الان. حلو عشان تطلع. ابراهيم الحسين جالس عندي ترى اتكلم بهدوء. لا 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 انت لو كنت انت تحترم وجود من حولك ما ذبيت ما ذبيت السماعه أسمع. على فريق الاعداد عشان يجيبون لك سبيكر. طيب اسمع الكلام اسمع الكلام انت بصفتك امبراطور صوتك مو واضح فيه. طيب تمام بصفتك امبراطور تكون على المتسابقين. نعم. نعم. مو على الاداره ولا على الاعداد. الان انت ما بتخليني اتكلم شل كاميراتك وامشي خلني اتكلم الحين مو بنت اللي تامرني عندك شيء بتقوله ولا نروح طيب اسمعني انا عندي تبرير. لا تقاطع انا عندي تبرير الان. قول تبريرك. أنا جيت عند الإدارة وكلمتهم بخصوص أن البرايمي شل من عامر ولازلت على كلمتي. أما أنهم يجيبون لنا حل منصف ولا فلا. الشيء الثاني طلبات شيبان الرجال ذا وأهله على عيني وراسي. الحين أنت مش تبغى وشو أنت بصفتك من تطلب حل منصف وهذه سياسة البرنامج. امبراطور أسبوع وش فائدة الامبراطورية إذا ما نكلم امبراطور كلمتك مو على الإدارة ما لا يحق الغير. انا سمعت لك امبراطور. هذه فائدة الامبراطورية. نايف نايف دقيقة بس الله يعطيك العافية. لو كان في فائدة امبراطورية كان طيب أنا قبلك مكلم. وليد البحيح وقال ستة ما يدخلون ابراهيم. لكن هذه مشكلة أنا لما ما يكون في هذه المشكلة لما يكون في تجاوزات. انت ما تعطيني. لا 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 اسمع انت تقاطعني. نفس الكلام انت تكرر الكلام انت تكرر كلام الجمهور فخل انت تطلع من جو الجمهور. انت قلت بصفتي الامبراطور. اسمع كلامي. لا, لا 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 ما ترفع صوتك ما ترفع صوتك. انت جالس تقول بصفتي الامبراطور. بصفتك الامبراطور ما تملي على الاداره ما تملي على الاعداد. يا تركي انت ما تسببت بدخول عامر بن مرير للبرايم. يا تركي الموسى اسمع اسمع ما تسبب في شيء يا تركي الموسى. اسمع الكلام لا تحطه متسبب. والدليل انك دخلت المسابقه. انا الدليل انك دخلت المسابقه يا عامر. والدليل انك دخلت المسابقه وخويك برا. لا لا دخلت على طلبه الرجال. طيب ما تسبب في شيء انا اللي رحت. على كلامك لا تحطه متسبب. علمك فلجل اسمع على كلامك ذا يا تركي الموسى يوم تقول انا متسبب. انا ادري ان عامر جبل ووراه جبال بيردونه من البرايم هذا شيء منتهي. انا علي من صفقه صدري عند شايب الرجال. ما تخلون الموقف كذا يمر. طيب الموقف ما يمر كذا. تفضل عامر. اما تقدرني كنايف ولا فلا. نايف انت قلت انت امبراطور احتم كلمتك. نايف كلمتي امبراطور على المتسابقين مو على الاداره. على المتسابق عليك انت. لا 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 نعم. لا كلمتك تمشي عليك. نعم. وعلى المتسابقين. انا هنا من ادير الفقره. اذا كنت انت بتتكلم بكل ادب واحترام واذا الاداره اسمع وانا اقول لك اذا الاداره اذا الاداره سمعت كلام نايف فالاداره ضعيفه يا تركي الموسى جدا جدا. تفضل عادل اسمع الكلام. تفضل عادل مساك الله بالخير. دقيقه تفضل عادل. عامر عامر دقيقه عامر عامر دقيقه عامر دقيقه عامر المداخله النايف مو بالعامر. دقيقه يا عامر تفضل عادل دقيقه يا عامر لو سمحت خلي الرجال يرد. ممكن ممكن استاذن منك بس استاذن منك بس تعطيني مجال. تفضل يا عادل يا حبيبي. نايف وش رايك تسمعني واسمعك؟ حلو اذا ارتفع صوتك اسمعني. اذا اسمعني انا احب النقاش مع اللي مثلك وشرواك يا ما عليك شرواي اربعه هنا في الطاوله
شبني يا نايف. ما قلنا شيء لكن تسمع عامر حديثي عامر تسمح لي حديثي مع نايف الرفيدي. تفضل. طيب انا بتناقش معك تمام، ما راح اسقط عليك، وانت ان شاء الله من انت برغ انك تسقط عليه ولا احد الشباب. سلمت. اتفقنا؟ سلمت. اول شيء كلام تركي الموسى صحيح، انت كونك امبراطور لا يعني انك تصدر قرار، امبراطوريتك على المتسابقين، هذا الشيء لازم انت تعرفه يا نايف. طيب. اذا ما علموك في الاعداد لازم احنا نعلمك. طيب. الاعداد ما علمنا باي شيء يخص الامبراطوريه، هذا خطا في الاعداد. تسمعني؟ سلمت. تسمعني؟ هذا الامر الاول. الامر الثاني، انت جيت وطقيت صدرك لاسره عامر ابن منير تمام. نعم. انه قابلوا عامر مع ان اسره عامر رفضت يا جماعه، أسرة عامر قالوا حنا ما راح نقابل عامر عشان ما يطلع إبراهيم، بينما يعني بينما الإمبراطور الذي في وهلة كان يعتقد أنه ترك الدوسري الذي أصدر قرار عامر بن منير ترحيله لإبراهيم دون الرجوع إليه، جاء وطق صدره وقال تقابلون ولدكم بما أن الإمبراطور والإخوان في الإدارة طبقوا اللائحة، ويطلع نايف الرفيدي يبي تصدر المشهد. وش قال؟ تسمح لي. طيب انت اصلح لنا، انت الحين تناقض نفسك بنفسك. بعطيك مجال تبرر. الان تسمعني انت لاني ابغى اتكلم. بعطيك مجال تبرر، والله اعطيك مجال تبرر. نشوف. طلع نايف الرفيدي على الشاشه قال تحرم علي الشاشه اذا ما الغي القرار. والان نايف الرفيدي يا اخوان جاينا في الكفش الروم ومتكي على الكنبه بعد طلبات. تركي الموسى جايني الى عند البوابه، جاي تركي الموسى بنفسه. هذا هو يسمع. ارجع الشيء الثاني. الشيء الثاني بعد طلبات الرجال ذول. دقيقه ارجع بعد اتصالات. اسمع الكلام، لا تحطني على، لا تطرفني على زاويه بابا. انا بسمع صوت نايف هنا. نايف تسمعني ولا لا؟ لا دقيقة بس. أيوة أنت ما تسمع الآن صح؟ أبسمع صوت. ما تسمع ما تسمع. أبسمع صوت. إيه بعيد الصوت. أبابا شغل لي صوت. واجهني يا تركي الموسى واجهني. أبابا واجهني يا تركي الموسى. أيوة صوتك واضح. واجهتك وش قلت لك؟ تركي الموسى. إيه. أنا ما طلعت في فقرة، أنتوا اللي جايبين الكاميرا عندي. أنا ما رحت ألحقها. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني ما طلعت في فقرتك هذه ولا على الشاشات إلا احتراماً وتقديراً للشيبان الرجال ذا اللي كلموني. حلو. وطلبوني. نايف. واحتراماً للرجال اللي حذف لي جاهة هنا. نايف لا تناقض. أنت جيت عشاني ولا عشان شيبان؟ أحدد عشان روح. لا أنا مو عشان. أنا له عشانك. أيه. علشان شيبان علشان أجل. أنا كيف كلمتك؟ للجمهور موقفي. كيف كلمتك؟ الجمهور عامر منير وجمهوري. كيف تقول جبت أنا عندك الكاميرا؟ الكاميرا هلي الآن قدامي. الآن الكاميرا قدامي. نايف. 700 رجال جاي يركبها. لا لا مو 700، واحد. نايف انت قلت تركي جاني تحت البث، جيتك وش قلت لك انت يا تركي الموسى؟ وين جيتني؟ جيتك تحت البث وانت عند. طيب. اخوك ويا اداره يا سلام عليكم يا نايف. اخوه دخل من عند ابوه هشام عشان يسلم السياره الدخوليه. جيت وطلبتني اروح عند الاداره. ارجع. انا وش قلت لك؟ قلت طلبتني ارجع عند الاعداد. لا 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 انت مسلم مايكك، طبيعي ترجع عند الاعداد. طلبتني ارجع يا نايف. ارجع عند الاعداد. حلو. بالاخير عند الاعداد تبغى تاخذني. لا 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 عشان لا 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 عشان مشاهداتك يا بدون تحيز ترتفع. والله المشاهدات مرتفعه بدونك، والدليل انك اليوم اول مره نطول معك. نايف فانت مسكين. والله بدون المتسابقين انت ولا شيء. انت مسكين يا نايف. خذ الكلام. نايف انت مسكين. انت اليوم انت توقعت انت وقيل من انت مسكين. معروف من انت مسكين يا نايف. لانك لان لو كنت والامه العربيه تعرف من هو المسكين. نايف نايف تفضل علي. معي ما معي بتشوفني على الشاشه. معليش والله ما اشوفك. انا اسمع. شفتني على الشاشه؟ ما اشوف. ما عندي شاشه. معك علي الغامدي. ونعم. معليك زين. مرحبا بك ابو. الله يحييك. اسمعني الان، هذه فقره وصول اهالي صح ولا لا؟ تسمعني يا عامر برضو؟ ممتاز. فقره وصول اهالي صح ولا لا؟ صح. ممكن ما عندكم شاشه بس بشرح للجمهور. لا لا عندنا سالفه. يلا شاشه عندكم. لا لا شاشه مو سالفه. شاشه خلاص. عندكم شاشه؟ لا عامر تسمعني؟ ايه ايه. عندكم شاشه ولا تسمعوني صوت بس؟ لا ما اسمع بس. طيب ممتاز، ركزوا معي. الان هذه مسابقه صح؟ المسابقه حضور احد اهالي المتسابقين او اهله او ايا كان العدد. صحيح. تمام. وافقوا اهالي المتسابقين. حضر اهل المتسابق الف مثلا، بعد عامر بعد الشاوكن حضر اهل المتسابق الف. اخطا المتسابق الف ولا قدر يجاوب على الاسئله صح ولا لا؟
تسمعوني؟ أخطأ المتسابق. المتسابق الآن بيروح يشوف أهله، منعتوه من الشوفة ولا قدر يشوف أهله، رجع وشافهم خلف الكواليس ورجع شافهم. نايف، نرجع للأساس، أنت إمبراطور على المتسابقين، سالفة إلغاء قرار معين هذا انسى. علي الغامدي، بس خلنا نكمل كلامي نايف. طيب اسمعني، عندي صلى على رسول الله وخلنا نكمل كلامي. تفضل. اللهم صل على رسول الله. هذا قرار نافذ مستحيل العودة فيه، هذا أول شيء مستحيل العودة فيه. طيب. مسألة أنه أنا حرمت خروجي على الشاشة وأنا طلعت، هذه مسألة ما فيها مشكلة وتقدر ترجع وعادي جدا. السؤال الأعظم، السؤال الأعظم، ليش حاولت، ليش حاولت في هالمحاولة وطلعت للساحة لعودة أهل عامر وأجلسوا أصبروا أنا بعين القرار؟ أنت قلت بعين القرار بناء على إيش؟ خل الإمبراطور على الجنب، غير الإمبراطور، غير الإمبراطور. هل تعلم يا علي الغامدي ان فيه خطأ في الأسئلة او لا؟ وش الخطأ؟ الخطأ انهم مبلغين اهل عامر منير. طيب. ومبلغين قروب دعمه ان فيه 6 أسئلة. ممتاز. عامر جاوب على 6. ممتاز. طلعت فجأة 7 أسئلة. ادري ادري ادري. اوكي، احنا انا مثلا مقدم الفقرة. باقي اعلمك، بعلمك. انا مثلا مقدم الفقرة يا نايف، قلت ابغى عامر يجاوب على 4، وجيت في وسط الفقرة قلت ابغى يجاوب على 8. كيفي مزاجي جدا، انا كمقدم من حقي اصعب. لا موقف، هذول لا لا دقيقه دقيقه الشرقيه فيهم دقيقه الشرقيه. يا نايف دقيقه دقيقه دقيقه، انا يا نايف يا حبيب اخوك افهمني، انا ما منعت المتسابق يشوف اهله، البوابه قدام مفتوحه، انا لم اربطه ولم اغلق عليه الباب، الباب مفتوح يقدر يروح، ما حد يمنعه، الباب مفتوح، سياره اهله موجودين يقدر يروح. ازيدك، كان في منع. صل على رسول الله. يلا شيل، صل على رسول، كان في منع انا اقابل على. يلا شيل القضيه يا اخي، مفتوح الباب قدامك، شو المنع؟ لا 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 مو مفتوح، لا لا مو مفتوح، انت كنت راقد يوم مو مفتوح يا حبيبي. لا كنت راقد يا حبيبي. يا نايف نقول الباب مغلق، تمام؟ لا خل... دقيقه، لا تقول كلام يا اخي. انا بمشي معاك، انا ابغى امشي معاك في نفس السياسه اللي تقولها. خلينا نقول باب مغلق. انا كمقدم فقره من الطبيعي عشان لا تتسرب الاسئله ابحط اي محاوله غش اني انا اعلي الرتم، بقول بدل 4 أسئلة 8 أسئلة، وعلى كيفي. لا تقولي سياسه فقره، مو على كيفك. أقدر أقول 7 أسئلة، أقدر أقول الفقرة الجاية أقول 9 أسئلة، من حقي، لأنه ممكن أنه معكم جوال، احتمال وارد أنه معكم جوال تتهرب الأسئلة، فمن باب أولى أني أرفع الرتم أعلى تكة عشان أقدر أحصل على فكرة أنه ممكن يجاوب أو ممكن علي. لا يا حبيبي يا الغامدي، أنت أقوى من أنك تخلط أم المواضيع جوال وقضية. إيه طبيعي يا حبيبي، أنت أعلى. أنت بعد شوي بتقول معك مسدس. نايف علي الغامدي، نايف هد اللعب. دقيقة أنت، دقيقة هد، دقيقة يا روحي. الفكرة كالتالي، سالفة أنك تقول بواب مغلقة، الباب كان مفتوح وشفتوها في سالفة سعود الوازعي، الباب مفتوح ولا لا؟ لا أقولك شيء، أبسك سؤال، كيف وصل نايف الأهل، الأهل عامر وعامر ما وصل لهم؟ طيب أبسألك، لا لا الباب مغلق، باب هو دخل من بين فجوة الباب، هو لأن إمبراطور. أقولك تدري شيء، حتى والأهل أهل عامر اللي تصدر المشهد نايف عامر ليس تسمعني أنت ولا لا؟ دقيقة، تفضل. ترى العالم سالفة منع وباب مقفل، طبعا ما في باب مقفل. وقت مقابلتي فاتح، طيب نقول ان الشباب ردوني خوفا على عامر على رفيقهم لا يدخل البراي. صح. طيب اهلي رافضين، القرار بيد من؟ عامر. طيب حلوين، احنا ماشيين صح الحين. ممتاز. حلو، انا طلعت في بعض من المعدين ردوني. ما حد ردك؟ الصوت، الصوت يا دقيقه، الصوت. اهلك اللي ردوك، اهلك اللي ردوك. لا 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 ردوك، لا لا اهلك اللي ردوك، اهلك اللي ردوك. ما تجي هنا وتكذب، ما تجي وتكذب. لا 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 تقول تكذب. ما نكذب ولا نمتبليش. نايف. ما نكذب ولا نمتبليش. نايف. أنا جيت ومنعت. نقول. لا تقول يكذب. سالم حزام برضو طفش الضعيف.
نقول ان المعدين ردوه تمام، نقول اضعف الايمان يا اخي انا ما ابغى امشي معاه هالمره عشانك عشان يمشى تكفى مشى عشان موسى مليون عشان مين عشان ما درت عنك انا طالع ابرر اللي عندي ولا علي مين تاكد من خروج نايف الان نايف علشان الجمهور ولا انتم طيب 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 احنا عارفين عشان الجمهور عارفين سؤال بس عشان الجمهور عشان الجمهور ولا عشان اهل عامر ولا عشان يثبت وجهه نظره اسمعني اسمعني عشان النواب المفرد اعطيك الكلام اللي عندي لحظه يا نايف اسمع لعامر يا ليت يا ليت يا ليت قبل ما اتكلم ما تضمنون كل ابوكم تاخذون صدقني ابعطيك مساحه انا بس انا بس سؤال بس سؤال واحد يلا ما امدانا نكمل اسلم بس بس سؤال يلا اسال الباب مقفل ولا مفتوح؟ لا 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 الباب فاتح. يلا هتقول يعني تقول البعض لا لا غلط مفتوح يا شباب غلط انت اعلامي انت اعلامي انت اعلامي ناجح مردود غلط انك تاخذ تطمر على خويك مشايف مشايف اي مشايف الباب يعني مردود تسمحوا لي انا اقاطع اسمع معلش معلش اسمع الكلام بس معكم والله العظيم لاجلس المستمع سالم بن حزام انا مستمع انا معروف المستمع عني سالم بس دقيقه دقيقه عندي كلمه انا معروف مستمع دقيقه يا ابو حزام عط عطني خلنا على قد عقلي خلنا على قد ما خلف ما خلف ما خلف خلنا نقول كلمة عقبها ما خلف سولف لين والله لا والله لا اعطيك المجال انا معروف اني مستمع كلهم قالوا كلهم قالوا والله طيب 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 طيب, طيب ما عندكم سالفه كلمه طيب ما يخالف ما يخالف بس نهدي بس شوي انتم هدوا عشان اسمعكم بس لا خلص خلهم يعزوا البعض لا 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 ابدا ابد 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 انا عندي سؤال واحد بس يلا سؤال واحد بس تكفون الاصوات بس معليش لان انا ذنبي والله توجعني من البرد ف بس انت انت ماخذ فكره يا سالم حزام انك كوميدي وانت خارج الموضوع ذا 180 درجه بس اسمع اقسم بالله العظيم اني ما عاد نفسي كوميدي لكني لكني لكن عندك كوميدي لكن الرياجي لكن الرياجي اللي فزعوا معي ما عود واحضر المسابقه من برا انا اعلمك جوجل عامر يلا طيب انا اقول الان يا نايف 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 شوف أنا ما عندي مشكلة في المرجلة بابها واسع وبالعكس تأسرني إذا الرجال فزع مع أخويه جميل حتى لو إن أخويه بعد ترك زملائه في الملحق وعود وكمل مسابق وخلاه بغض النظر بغض النظر أنا عندي مشكلة في نايف يوم يحذف المايك ويقول هذا مايككم ولا أبغى برنامجكم أقسم بالله العظيم لو إني في الإعداد ماني بترك الدوسري إنك استبعاد لانك ما احترمت الجمهور بالله العظيم ما احترمت الجمهور ترك الدوسري ولن تصبح في الاعداد يلا شل ولن تصبح بعد معيار اسمع 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 الكلام اللي عليه الكلام اسمع الكلام اللي عليه الكلام اسمع طيب طيب انا حلفت يا سالم حزام انا معطيك مساحه تكلم تكلم حلفت طيب تكلم يلا عامر بنير انت تحس الثاني بالضمير يا دينك يا سالم يلا والله ما حد يقاطع روح عامر بنير يوم رجع الفقرة الأسئلة أنا اللي صوتي واضح ولا لا واضح أنا اللي رديت عامر منه في طلبات قلت والله أنت رجع وقدرني ورجع وحضر المسابقة وعقب سؤاله طلع وجاني هذا الشيء الأول لا تقاطع لا هذا الشيء الأول الشيء الثاني يوم تقول لو أنك في الإعداد بتطرد هنا أنت مع احترام الشديد يا سالم حزام ما تفهم وشكرا ما ادري ايش تقول بس لا 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 بس اسمح لك ما تدري ايش اقول ولا تدري وش الطبخه وداخل البرنامج بالغلط انت بالغلط خل 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 والله انك داخل البرنامج والله العظيم اني داخل انت مثل حبه زبيب من وسط رز البشار اقبل والله والله ما تخش والله ما تخش دقيقه بس نايف انفعالك هذا انا بعطيك اياه ما يخل انا ما افهم ولا ادري انكم ما تعطون مجال تخلوا الواحد يعني اعطيتك يا نايف انا اعطيتك يا ولد اعطيتك تنتقد تنتقد اعطيتك تاخذ لي ذبه من خويك وتضحك طيب والله ما اضحك بس قال لكم فتح حساب طيب طيب عامل مثل طيب. عامل. نايف الرفيدي سبب انفعاله الغير مبرر سبب انفعاله غير واضح وغير مبرر انت منفعل بشيء اصلا لا لك يد فيه ولا لك ناقه ولا جمل لانه تسبب على عامر بن بنير لدخوله البرايم واضح لا 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 لا.
غير كذا متسبب على نفسي انا المتسبب على نفسي يا سالم الزام لا تحطها في الرجال لازم تسبب لازم يا سالم يا سالم توكل على بس طيب نايف نايف انك ما تفهم في النقل. طيب نايف نايف انت نايف انا هنا من ادير الحوار يعطيك العافيه وشكرا يا انت ما اقطع الصوت اقطع الصوت كنت اتمنى انكم وفقتوا في طرحكم ولكن للاسف انه نايف كان اذكى واحد اليوم في التعامل مع الحدث اخذ الليله بكاملها وركن عامر بن مرير جنبه قال له راح للمسابقه وتعال وراحت المسابقه حلف وحلوف تفضل عادل. انا بس يعني قبل شوي نايف الرفيدي يقول ميد سالم حزام سالم قال ما راح اقاطعكم صح ثم قال كلمه واحده بس قال بينك طيب انت حرمت انك ما تطلع على الشاشه يا نايف الرفيدي لا يقول عشان الجمهور طيب هذا رقم واحد رقم اثنين يعني انا تمنيت صراحه بما ان يعني نايف الرفيدي سوى هالحدث عشان عامر بن منير سوى الحدث للاسف لشخص يعني ثلاثه من اخوياه ضحوا بغض النظر عن اسباب التضحيات بغض النظر ضحوا عشانه بينما هو لقيناه جاي متصدر في فقره عبد الرحمن الكليب سببت علي بعد إيه؟ دقيقه انكبتني دقيقه لا تنكبني تبيني بعد اتضامن معك دقيقه تقول في وجهي ما طاب رايك